لقاء التصفية والتربية هو لقاء مهم جدا، ولذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا ما يدندن حول هاتين الكلمتين التصفية والتربية. والمقصود بالتصفية يعني تصفية القلوب والأعمال من الشرك بالله وجميع الاعتقادات الباطلة والفاسدة ومن الأخلاق السيئة والرذيلة ومن كل سوء. وأما التربية يعني التربية على هذه الصفات الحميدة ابتداء من توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به وباقي العبادات الواجبة والأخلاق الفاضلة إلى غير ذلك. وهذا هو الدين، قائم على التصفية والتربية، وهذه الدعوة. ولقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالتصفية والتربية في حياته كلها، حيث قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ووصف الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بسلامة قلوبهم من كل سوء، قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. ما هي صفته؟ إذ جاء ربه بقلب سليم. وعلق الله سبحانه وتعالى النفع والفلاح والنجاح يوم القيامة بسلامة القلوب، فقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتلك هي قلوب الصحابة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. السبب لأن قلوبهم طاهرة. وتأمل قوله تعالى من سورة الحشر حينما وصف الله المهاجرين أولا وقدمهم في الوصف والذكر لأنهم هم الأفضل والأرفع، ثم ثنى بالأنصار ثانيا، فقال تعالى: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار. ومعنى الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، معناها والذين تبوأوا الدار وآمنوا، والذين تبوأوا الدار من قبلهم وآمنوا، هذا معناه. لأن إيمان المهاجرين كان قبل إيمان الأنصار، فالمعنى للآية: والذين تبوأوا الدار من قبلهم وآمنوا. فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم يعني قلوبهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما الصنف الثالث هم الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار وهم أتباعهم إلى يوم القيامة،
قال الله عز وجل بعد هذه الآيتين مباشرة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الآيات دي آيات عظيمة جدا وعجيبة جدا، لأنه وردنا الصحابة ديل كيف فاقوا من بعدهم، ما فاقوهم ساكت كده. الصحابة ديل قوم ربنا اختارهم اختيار، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نظر الله في قلوب العباد فوجد قلبا صافيا أبيضا فاختاره لحمل رسالته وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نظر بعد قلب محمد إلى قلوب العباد فوجد قلوبا صافية بيضاء فاختارها لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالشغل ذي في القلوب قبل كل شيء. فربنا قال عنهم الصحابة للفقراء المهاجرين، للفقراء وشنو ليهم؟ فقراء ليهم شنو؟ الفي كما قال ابن كثير، والفي والغنيمة كما قال القرطبي رحمهم الله تعالى. المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، خلوا ديارهم وأموالهم بعد ما أخرجهم الكفار والمشركون، دارين شنو؟ خلوا أموالهم وديارهم. تخيل زول بنى بيت أو بنى بيوت حسب استطاعته، أو كان غنيان عنده أراضي وعنده بهائم وعنده كل حاجة وعنده مال كثير في مكة، تحويشة عمره دي كلها خلاها بس داير حاجة واحدة: يبتغون فضلا من الله ورضوانه. والليلة الناس عليهم مظاهرات واعتصامات بدايرين المال والدنيا، والصحابة خلوا الدنيا كلها، منازلهم بيوتهم بهائمهم أموالهم الجماعة كلها دارين الآخرة، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، عشان ينصر الله سبحانه وتعالى وينصر النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا عشان كده قال: أولئك هم الصادقون، ديل الصادقين. وعشان ديل هم الصادقين فعلا، ربنا أمر جميع الناس باتباع الصحابة الصادقين ديل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ابن القيم فسر الآية دي وكونوا مع الصادقين مع الآية الأولى ديك، قال: والصادقون هنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا أمرنا نكون معهم. فلو زول سألك قال لك دليلكم شنو؟ شابكين أنا كتاب وسنة بفهم الصحابة ومنهج الصحابة، دليلكم شنو؟ قل لي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال لك الصادقين ديل الصحابة منو؟ قل لي: ربنا سبحانه وتعالى قال: أولئك هم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وربنا سبحانه وتعالى قال في نهاية الأنفال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ديل المهاجرين، والذين آووا ونصروا ديل الأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا، ديل المؤمنين حقا المهاجرين والأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. بعد ذلك طوال ربنا نتكلم عن الأنصار، ودي الناس كان قلوبهم قلوب طاهرة وعجيبة مرة واحدة. ربنا قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الأنصار يحبون من هاجر إليهم، بحبوا المهاجرين، أجوهم دي حب شديد. حتى روى ابن حبان بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام، عفواً هو في البخاري، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع للأنصار مال البحرين،
أو يقطع للأنصار البحرين، والإقطاع إنه يدوم أراضي، ده الإقطاع زي ما قال ابن حجر رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ده يكافئ الأنصار لأنهم أول المهاجرين ونصروهم وقاسمهم أموالهم، وواحدين طلقوا أجمل نساءهم عشان يتزوجوهم المهاجرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ده يديهم أراضي البحرين للأنصار، خاصة للأنصار. فقالت الأنصار: لا يا رسول الله، حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلنا. قال احنا وين نشيد لحد ما تدي المهاجرين زينا واحد؟ ودي الليلة بتحصل يا جماعة، ما بتحصل. عشان كده ربنا قال: يحبون من هاجر إليهم. يعني مش أكرمهم بس، ممكن الزول الآن تمشي لضيف يكرمك، لكن فرق بين الزول اللي بيحبك وبيحب يكرمك وبيحبك ذاته. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. والحاجة هنا قال المفسرون هي الحسد. يعني الأنصار ما بيجدوا في صدورهم في قلوبهم حسد مما أوتي المهاجرون من الفضل والشرف والتقديم على الأنصار. يعني قلنا المهاجرين أفضل من شنو؟ الأنصار. ربنا فضلوا، مش ربنا فضل المهاجرين، الأنصار ما حسدوا المهاجرين على التفضيل، ده مش ما حسدوا بس. اتأمل الآية، ربنا قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة، يعني حسد مما أوتوا مما أوتي الأنصار من الفضل الكبير. وقوله تعالى: لا يجدون في صدورهم، لا يجدون، فرق بين انه يقولوا لا تجد في صدورهم، يعني هم لو فتشوا ذاتهم، الانصار الواحد فتح صدره مثلا وفتش قلبه تفتيش عشان يلقى حسد قاعد جوا ذره ما في، وذاته ما بيلقى. شوف القلوب دي عامله كيف. الله قال: ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا، والحاجه هي الحسد. عشان كده النبي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس، بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، إذ طلع رجل تنطف لحيته ماء، بتنقض يعني كأنه توضى الآن وجاء أو اغتسل، ويحمل عليه بيده اليسرى. يعني قول بسيط، لحيته بتنقض ماء وشال نعاله بيده الشمال. أو قبل ما يجي الرجل ده، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى باب من أبواب مسجده، فقال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. قال الباب ده في رجل من أهل الجنة بيجي داخل. قال أنس: فدخل رجل تنطف لحيته ماء أو تقطر لحيته ماء، ويحمل عليه بيده اليسرى حتى جلس. قال: حتى إذا كنا من اليوم الثاني بكرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم من ذاك الباب، الباب الثاني، رجل من أهل الجنة. قال: فدخل ذلك الرجل الأول على صفته الأولى، برضو لحيته بيتنقض وشايل نعاله بيد الشمال وذاته وبنفس الصفة. قال: حتى إذا كنا من اليوم الثالث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. دي ثلاثة أيام ورا بعض. قال: فدخل نفس الرجل الأول في اليومين الأولين على صفته الأولى. وده منه بالمناسبة ده سعد بن أبي وقاص، اللي هو سعد بن مالك نفسه، سعد بن أبي وقاص. قال أنس: فخرج الرجل فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه.
قال: فقال: يا عبد الله، إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أبيت معه ثلاث أو ثلاثا، فإن أحببت أن تؤويني فعلت. يعني إذا أنت أذنت لي أنا ببيت معك. فقال الرجل: فذاك. أو قال: نعم. قال: نعم. قال عبد الله بن عمرو: فكنت أرقبه من النهار فلم أجده يزيد على أعمالنا شيئا. ما عنده حاجة كده مميزة زايدة من العبادات، نفس ما بنعمل نحن. لأنه عبد الله بن عمرو بن العاص ضار يشوفه بيسوي شنو عشان يقتدي به. قال: وكنت أرقبه من الليل، بالليل، فلم أره يقيم شيئا من الليل إلا أنه إذا تقلب في فراشه ذكر الله وكبر إلى صلاة الصبح وفي فرشة في مرتبته. قال: فبت معه ثلاثا، فقلت له: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي خصومة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال يقول: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فأردت أن أنظر إلى عملك فأقتدي بك، ولم أرك تعمل عملا يزيد على أعمالنا، فما هذا الذي بلغ بك؟ قال: ليس عندي شيء إلا ما رأيت. قال: فانطلقت وكدت أن أحتقر عمله، فقال: يا عبد الله تعال أو هلم. قال: فجئت فقال: ليس عندي شيء إلا ما رأيت، غير أني، وده الشاهد هنا، ده الدليل، غير أني لم أبت ليلة، لم أبت، شوف حياته كلها، لم أبت ليلة، ليالي كلها، وفي نفسي غش لأحد من المسلمين، ولم أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. ده شغله، شغل شنو يا جماعة؟ قلب، وعنده العمل الصالح. قال: أنا ما حصل، غشيت، مش غشيت، ما وجدت جوا نفسي ذاته نية إنه غش زول. واحد. اثنين: ما حصل حسدت أحد، الله أداه خير، أي نوع خير، ديني أو دنيوي، ما حصل حسدت أحد، وما حصل بيت ليلة وأنا حسدت أحد أو في نفسي أغش زول أصلا. قال عبد الله بن عمرو: تلك التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. ده اللي وصلك ودي ما بيقدروا عليها الناس. في رواية: وهي التي لا نطيق، وفي رواية: وهي التي لا تطاق. كونك تصفي قلبك وما تحسد أي بشر. بالمناسبة ده موضوع صعب. عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي قال: وتلك التي لا نطيق، وده من تواضعه رضي الله عنه. فكيف بيننا نحن؟ وتلك التي لا نطيق. وأغلب المشاكل غايته حسب ما رأيت وما أعلم اللي بتقع بين أهل الدعوة الصحيحة ذاتها، سؤال البدع دي خليهم، أهل الدعوة الصحيحة ذاتها بتلقاها ناتجة من الحسد والغل والوسخ بتاع القلوب. بالمناسبة عشان كده ربنا زكى الأنبياء: إذ جاء ربه بقلب سليم. فأغلب المشاكل تلقى شباب يطلعوا يمشوا يعمل لهم كوم براهم، يقولوا عندهم مواخذ منهجيه ومعيانين، قلوبهم معيانه، لكن ماذا يقولوا؟ احنا حاقدين وحاسدين. بيقوم بيلبسوا الحقد والحسد بتاعهم، بيلبسوا ستاره بتاع الدين ودفاع عن المنهج، ونحن حراس العقيده. وكذاب حاقد، لانه فلان ذاك اشترى عربيه، فلان ذاك سوى، فلان ذاك بتاع، تلقاه يعمل اجتماعات، جماعه اللي جابوا القروش دي من وين؟ وكذا يمشي يقعد وين؟ محل اللحمه، والجماعه دي القروش دي جابوها من وين؟ ويحقد على الناس. الانصار ما كانوا كذا، المهاجرين ما كانوا كذا. ربنا قال عنهم: ولا يجدون في صدورهم حاجه، حسد يعني،
حاجة هنا عن الحسد، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ربنا قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والأنصار والصحابة في موضوع الإيثار ده دين ما بتلحقوا أصلا ولا تحاول اقتدي بهم، لكن تحاول تلحقهم ما بتقدر ليوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل، والحديث الصحيح، وقال يا رسول الله لقد بلغ مني الجهد، والمعنى أي جاع جوعا كاد أن يموت، دار يموت مرة واحدة من الجوع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه، شوف الإيثار ده كيف جايك في الحديث، قال فأرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده تسعة نساء، أرسل إلى الأولى فردت وقالت والله يا رسول الله ليس عندي إلا الماء. فأرسل إلى الثانية فقالت ليس عندي إلا الماء. وهكذا التسع نسوة كلهم قالوا ما عندنا إلا الماء، ما في زول واحدة فيهم اشتكت، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا في أحد كان بيقول لما يسألوا حالتكم كيف يقول حالتنا زي الزفت، ونحن الليلة بناكل الفول واللحمة وغيره وغيره وغيره، والبحم ظل قليل وقليل من عباده الشكور. تسعة بيوت قالوا ما عندنا إلا الموية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا؟ البضيف الزول منه. فقام رجل من الأنصار، وفي رواية خارج البخاري قيل هو أبو طلحة، واختلف، هو أبو طلحة المعروف الأنصاري أغنى الأنصار مالا من نخل، ولا أبو طلحة آخر، ويميل ابن حجر من أبو طلحة الأنصاري المعروف. المهم فقام أبو طلحة قال أنا يا رسول الله، فأخذوا إلى بيته فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله. وشوف النازل كان عندهم تقدير واحترام للنبي عليه الصلاة والسلام كيف، أكرمي، شوف العبارة ذات القالة، أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة والله ما عندي شيء إلا قوت عيالي، أو قالت عشاء عيالي. فقال نوم الصبية، نوميهم، وأصبح السراج، أصبحي يعني ولعي، فإذا قدمت الطعام فأطفئ السراج وأريه إنا نأكل، لأنه لك البسيط ما بكفي ثلاثة. فولعت وجابت وده كان قبل نزول الحجاب، قبل أن يؤمر النساء بالاحتجاب عن الرجال كما قال العلماء. فجلس الرجل وزوجته والضيف، والضيف يأكل، طفوا النور طفوا السراج والضيف يأكل، وهو وزوجته عاملين فيها بيأكلوا وما بيأكلوا، ظلام شديد ما شايف الضيف. فلما فرغ الضيف غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الضيف وأبو طلحة، صلاة الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وشك الراوي لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما أو بضيفكما البارحة. اتخيل تصرف بسيط في نظرنا نحن العاديين، ربنا سبحانه وتعالى يضحك أو يعجب من فوق سبع سماوات. شوف النازل كانوا ناس عجيبين كيف، لقد ضحك الله
من صنيعكما بضيفكما البارحة. عشان كده ربنا قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان سعد ذا مال وله زوجتان، فلما آخى بينهما دعا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال لقد آخى النبي بيني وبينك ولي زوجتان، انظر إلى أيتهما أعجبتك أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها أنت، وهذا مالي كله أقاسمك إياه، لي النصف ولك النصف. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على سوق المدينة، فانطلق وصار من أغنى الناس في المدينة. الشاهد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة. قال ابن كثير رحمه الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذه أعلى منزلة عند الله ممن قال الله فيهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. دي أعلى. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، دي أعلى من دي. وديل الأنصار حتى لما أكرم الأنصار المهاجرين قالت المهاجرون للنبي عليه الصلاة والسلام ما رأينا قوما أكرم ولا أحسن منزلة ولا ألطف من هؤلاء الأنصار، لقد كفونا المؤنة وقاسمونا العيش وقاسمونا الأموال حتى خشينا يا رسول الله أن يذهبوا بالأجر كله. فأثنت المهاجرون على الأنصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ما أثنيتم عليهم خيرا ودعوتم الله لهم. إذا عملتوا حاجتين ما فوتوكم في الأجر، ودي قاعدة أنت خذها معاك في علاجك من الحسد، وفي إنك قدر تسبق إخوانك في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تثني على أخوك خير بما تعلم وتدعو له بظهر الغيب، كده بتفوته. إذا استويته في أي حاجة كده أنت بتفوته، وده أفضل علاج للحسد والحقد في القلوب. وما في شيء بيفرق الإخوة، الإخوة دي بنقصد بها للتوحيد، أما العواليق دي خليهم بعيد. ما في شيء يفرقهم زي الحقد والحسد والبغضاء وهذه الأمور. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع الحديث حديث مخيف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فأي إنسان في قلبه حقد أو حسد الدين بتاعه بيتحلق وبيتحتى، كمثال زي ما كانت الحلاقة اللي بتحتش على راسك. صح الألباني في صحيح الترغيب وغيره، وصح الألباني هنا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث كويس، حديث حسن الألباني، لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. الإيمان ده التوحيد يا جماعة، أنت قالوا شنو؟ لأنه هناك ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم الرسول فسره بالشرك
صحيح ولا ما صحيح؟ والشرك في مقابل الإيمان، والذي يكون في مقابل وضد الشرك شنو يا جماعة؟ توحيد. إذن الإيمان هو التوحيد. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. حديث أول مرة يقابلني الليلة في حياتي كلها. حسن الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. توحيدك ده ما بيجتمع مع الحسد في قلبك، ما بيجتمع. ده ما كلام خطير يا ناس؟ ده مش كلام خطير؟ التوحيد اللي هو انت جعله راس المال. بل في بعض الناس بيقوم مرجع عديل بفقه الدجال، تعبنقوا اي معانا جوا هنا، تجرب خضراء اي جوا معانا هنا، بتسكر معانا برضو في الصف الاول. معقول يا اخي؟ نحن ما بنقول كافر ولا مشرك بتاع الخمر والبنقو، لكن ده في النهايه فاسق بكبيرته، والخمر ام الكبائر. ففي ناس بيقوا بالفهم البليد ده بيقوا عندهم نوع بتاع ارجاء، فجعل يفعل المعاصي ويأكل أموال الناس بالباطل ويكذب ويحقد ويحسد ويغش ويغل ويفعل ويترك، بل بعضهم عنده فسوق. يقول لك لا موحدين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما قال لك أنت، قال لمن يشاء. أنت لا ذاته ما فهمها، قال لمن يشاء. يمكن أنت لست ممن شاء، يمكن لا لست ممن شاء. فالكلام ده للجميع ولهؤلاء، إن الحسد والتوحيد بتاعك ما بيجتمع في القلب. والله ده نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالكلام ده كلام خطير يا جماعة. عشان كده الأنبياء والصحابة والمهاجرين والأنصار نظفوا قلوبهم دي مرة واحدة. قال تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فمن وقي شح نفسه فقد أفلح. هذا كلام ابن كثير: فقد أفلح وأنجح. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: من آثر على نفسه وقي شح نفسه. وده علاج أخذه معاك، داير ربنا يقيك شح نفسك، اتعلم الإيثار، أدي أخوك الحاجة وإنت محتاج لها. وورد أن ابن عمر ابن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه، كان إذا أراد أن يتصدق يأتي إلى أجمل ثيابه، عنده توب أقل شوية وعنده توب أحسن توب عاجبه، فلا يتصدق إلا بأجمل ثيابه، ويقرأ قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مش الشيء الردي، الشيء اللي بتحبه. فديل الصحابة كانوا كده، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ذل سبقوكم فاتوا. قال ومش ودل السابقين الأولين كمان، ربنا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف كلمة رضي الله عنهم، وهم برضو رضوا عن الله، معنى نازل كيف؟ إذا كان واحد فيهم بيقول لي أنت من أهل الجنة، ما بيتكبر، يتواضع زيادة، ويجي يقول لي حذيفة يسأل بالله: هل سماني النبي من المنافقين؟ عمر بن الخطاب يقول لي: أنا أسألك، هل ده تواضع منه، مش شك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وده إيمان، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم شنو؟ الخاسرون. فده عدم الأمن من مكر الله، مش شك زي ما قال النيل أبو قرون أبو قرينات، لا لا لا، ده عدم الأمن من مكر الله، لأنه ده ذاته دليل على الإيمان، وربنا ذكره في القرآن. كذلك يا جماعة، بعد تصفية القلوب في أخلاق لابد نتصفى منها، نصفي منها أعمالنا وجوارحنا
ونصفي منا أنفسنا كلها. ودي اللي بيجيب اللخبطة ذاتها. واحد الكذب، الكذب وده من أسوأ الخصال. إذا قال لك فلان سيء الخلق أسوأ سوء الأخلاق هو الكذب ده. عشان كده الإمام مالك قال أربعة لا يؤخذ منهم العلم: الكاذب، وإن لم يكذب على رسول الله، الذي يكذب في حديث الناس في الدنيا، وحتى لو ما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام برضو ما تأخذ منه العلم. معناته الكذب ده خطير. والسفيه وصاحب الهوى والذي لا يطلب العلم، دي الأربعة، أولهم الكذاب. وفي ناس تقول لهم فلان ده كذاب وثبت كذبه، يقول لك بس دي بس، هما لأنه بليد ما فاهم وجاهل ما فاهم حاجة. يا أخي علماء الحديث علماء الجرح والتعديل قالوا الرمي بالكذب أشد ألفاظ الجرح وأبينه. الرمي بالكذب أشد ألفاظ الجرح. يعني إذا قالوا فلان مثلا مجرم أشد منا كذاب، إذا قالوا فلان مدلس أشد منا شنو؟ كذاب. ده فوق، ده أسوأ حاجة يقولوا فلان كذاب. لكن عندنا ناس أصلا ما تعلموا الدين ذاته، ما تعلموا الدين، لكن تعلم الكلام، الخطابة واللغة العربية بيفجغها مرة واحدة، المهم بيتكلم ويجي درفتي في الدين. فلان ده ليه أخذت عليه؟ يقول لك كذاب، ثبت كذبه كذا وكذا وكذا. يقول لك بس بس لأنك أنت ما فاهم، أنت ما فاهم الحاصل ذاته. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال والكذب فجور، رواية مسلم. وعند غيره فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب بالهزار، بالهزار زي حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. وحسن الألباني أن امرأة كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاء غلام صغير فقالت المرأة يا غلام تعال هاك التمرة، تعال هاك البلحة دي التمرة دي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما إنك لو لم تعطيه، يا شافع ده، لو لم تعطيه التمرة لكتبت عليك كذبة. ما في حاجة اسمه كذبة بيضاء، كذب إلا في الإصلاح بين الناس أو في الحرب أو في حديث الرجل لزوجته. والآخر ده بيفهمون الناس غلط. شيخ الألباني قال ده الأخير ده بيفهمون الناس غلط. قال بيمشي يقول أنا داري بليكي ثياب يكون كذاب كتبت عليك كذبة، داري يجيب لك موبايل وكذاب كتبت عليك كذبة. ده ما هو، يقول لك ما على المرأة، على الزوجة، ما زوجتي كذاب. ما هذا المقصود يا ناس؟ المقصود حديث الرجل لزوجته بدليل الحديث الثاني الذي يشرح هذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل كلام سوى ذكر الله لغو أو لهو أو باطل إلا أربع: حديث الرجل لزوجه أو قال لزوجته، ورميه بنبله، وتعليمه فرسه، وتعلمه السباحة. وده صحيح، حديث الرجل لزوجه. شيخ الألباني قال في كلام الحب والغرام بين الرجل وزوجته، ولا أنت أجمل من القمر وكذا وكذب، لكن ده اللي بتوجر عليه في موضوع الحب والغرام. ما في الوعد تعيد تقول لا أجيب وما أجيب، أنت كذاب كده. اثنين من الصفات السيئة جدا والألفاظ أن نربي عليها الأخلاق، أن نربي أنفسنا على تركها: الوجهين. في ناس الواحد عنده وشين أو لسانين. روى البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون من شر الناس يوم القيامة تجدون من شر الناس يوم القيامة عند الله
ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، وده شرح ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وفي صحيح الترغيب قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له وجهان في الدنيا جاء يوم القيامة وله لسانان من نار. وفي رواية هناك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له لسانان في الدنيا جاء يوم القيامة وله لسانان من نار. يجيك بوش ويمدحك في وشك، يقول لك والله ونحن وإلى آخره، يمشي وراك يسب فيك ويحذر منك ويطعن فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ده من شر الناس، ده من شر الناس، الزول اللي عنده وشين وعنده لسانين شر الناس، أو من شر الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده الزول يكون صادق عندك وش واحد. عشان كده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: من علامات طهارة القلب الوضوح. زول واضح حتى لو في باطل بالمناسبة، أو عنده خطأ، مش مبتدع، لا، زول عنده خطأ لكن واضح ما بدسه وجا كلمك به، قال ده دليل على أنه قلبه طاهر لكن مغشوش بس، لأنه ده ما عنده وشين يا جماعة، ده ما عنده شنو؟ ما عنده وشين. أيضا من الصفات والأخلاق السيئة جدا 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 الطعن في الموحدين وغيبتهم والكلام فيهم. تلقى بعض الناس ما عنده هم إلا يطعن في أخوانه ذاته، خلى أهل البدع يطبل، قد يطعن في مشايخ ذاتهم اللي بيدرسوا. والذي أعلمه بفضل الله في تجربة سنوات طويلة، أي طالب بتاع علم أو أي زول منتمي للدعوة دي بيبدأ يطعن في الناس اللي بيدرسوا في غير وجه حق، ولو كان أحيانا يجيب لك في طريق، يجيب لك في أسلوب بتاع نكتة، والله يا شيخ فلان ده، يا والله ده يضحك الناس فيه، أعرف إنه زول ده ما فيه فايدة بالمناسبة. والليلة بيطعن في الناس قدامك، لكن بكرة أو بعد بكرة والله بيلدغ قيت أول زول. وده إذا ما تاب، حسب ما شفنا غايته بعيننا دي كتار من الشباب، ده بيكون ما نافع مرة واحدة، وده ما نافع مرة واحدة، ما نافع خالص، وما ترجو منه خير كثير، ما ترجو منه خير كثير. واحذروا يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أزول اللي بيتكلم في الناس، الناس ساكت، خلي الموحدين، خلي الدعاة، خلي المشايخ، ده حيكون كيف؟ ده ما نافع. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. ده ما بخش الجنة، ده ما بخش الجنة، كيف تجالسه؟ والصاحب ساحب، كما نقل ابن كثير عن السلف، الصاحب ساحب، انت ذلك حتكون زيه في من الايام اذا ما طردته او ما كده. كذلك من الاخلاق السيئه عقوق الوالدين، ذكر الشيخ احمد والشيخ ابو بكر جزاهم الله خير، عقوق الوالدين بجميع صور انواع العقوق. الإمام البخاري بوّب باب كامل اسمه كتاب، مش باب، كتاب، والكتاب ده تحته أبواب، وتحت الأبواب أحاديث وآيات وآثار، كتاب كامل سمى كتاب الأدب، ده جوه صحيح البخاري، ما الأدب المفرد البراو. أول ما قال كتاب الأدب: باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. يعني دار يوريك الإمام البخاري إنه الإنسان الما بيحسن لوالدينه ده ما عنده أدب، ولا تقرأ كتاب الأدب ذاته، لأنه دي أول حاجة، ده السطر الأول، أنت لو ما عندك الباقي ده ما بفيدك كثير، أول حاجة. وقرن الله سبحانه وتعالى بين حقه الذي هو أعظم حق على الإطلاق وبين حق الوالدين،
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا التوحيد، وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ده ما بيخلينا كده بس نعاين نشوف الحاصل شنو يا أخي. ربنا قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وربنا قال بعد ما يشركوا يكفروا التق يطلعوا بر الدين والحجة مقامة عليهم بعد ده كله، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، ده بعد ما يكفروا بالمناسبة، وصاحبهما يشركوا وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. شوف الكلام ده كيف، في أمور الدنيا قال لك أحسن لهم لكن ما تطيعهم في الشرك حقهم، ما تطيعهم في شرك حقهم، لكن تصاحبهم في الدنيا معروف. ولا يجوز هجر الوالدين حتى لو كفار، ما بيجوز، لأنه في ناس بيمسكوا مسألة الهجر دي بس كده بعضي فيها كده ووب بيهجر الخلق دي كله، وده ما منهج أهل السنة، ده منهج أهل التكفير والهجرة. انت ليه سموه الهجرة؟ تكفير بكفر المجتمع. الهجرة ليه؟ قالوا لأنه كفار نهجرهم بعد ذاك نجر عجلنا كتلهم، ده معنى أهل التكفير والهجرة. ففي بعض الناس عندهم لوسة كده، لوسة كده مسحة من منهج أهل التكفير والهجرة، تلقى هاجر المجتمع كله، ده هاجره ليه؟ يقول لك اللي بيصلي من مسجد صوفية، يا أخي ده عامي ما فاهم أي حاجة، أنصحه. وقد يهجر الإنسان أباه ذاته، يهجر أبوه ذاته. شوفوا الصحابة والتابعين بعدهم برضو كان كلامهم كلام عجيب. محمد بن الحنفية ده ولد علي بن أبي طالب، في كتاب الأدب المفرد للبخاري وصحه الألباني هناك موقوفا على محمد بن الحنفية، يعني ده كلامه هو. شوف الحكمة دي كيف، قال محمد بن الحنفية رحمه الله ليس حكيما، ليس حكيما من لا يعاشر بالمعروف، من لا يجد من عشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا أو مخرجا. قال في زول ما عنده حكمة، ده منو ده الما بيعاشر بعض الناس هو بيتأذي منه، لكن معاشرة دي ما في بد منها إلا يعاشرهم. فالزول الما بيعاشر الناس الزيديل قال ده ليس حكيما، يعني الصواب في ناس انت لازم تعاشرهم مع انه مضرين، لكن قال تعاشرهم حتى يجعل الله لك شنو فرجا أو مخرجا. كيف تقول لي نهجر أبوي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، باللفظ ده كده في صحيح الجامع الصغير، ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. أولهم العاق لوالدين، بعدين يا ما يتعلموا إنه الوالدين ديل ما إلا بس تجي تقول لهم ده كشرك وده بدعة والدليل كذا تنهيهم ما بيقبل، حتى لو ما نهرته في الغالب برد ما بيقبل، لأنه شايفك صغير وتذكر يوم لبسك بامبرس وبلت فيه، وده كله متذكره، أنت ما متذكره، شايف نفسك كبير لكنه متذكره، وشايفك صغير حتى لو اتزوجت ولدت وبنتك اتزوجت ولدت وأبوك طالما حي، بالمناسبة شايفك صغير. أنت الكلام ده لابد تعلمه إنه شايفك صغير مستصغرك، فطالما مستصغرك أنت لابد تكبره عشان يقبل النصيحة. عشان كده إبراهيم كان بيقول لأبوه شنو؟ يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فلا متعظم وتكبره عشان يقبل النصيحة، عشان يقبل النصيحة. تتكلم معه كلام طيب، تدي مكان، تقول له أبوي الموضوع ده ربما أنت ذاتك عالم وتعرفه قبليه، لكن بس باب الذكرى أديه وشوف شوف يقبل ولا ما يقبل. وما تنصحه قدام الناس ما هيقبل منك، وما تنصحه في الوضع اللي بيكون هو زهجان، أو في الأماكن اللي أنت بتعلم في بعض الناس أبهات واحد يمشي الشغل بيروق يجي البيت بتكفل معه، واحدين العكس يمشي هناك بتكفل معه ويجي البيت شنو بيروق. فأنت عارف المواضع والأوقات اللي بيكون في أبوك أو أمك راجين، قدم لهم الدعوة بالأسلوب النبوي الطيب بيقبلوا، إما فيهم خير تكون أديت الذي شنو عليك. وصاحبهما في الدنيا معروفة.
والنقاط كثيرة جدا، وما ذكروا المشايخ جزاهم الله خير يكفي ويشفي إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.